أمسيتنا هنا في مدريد هي فجرهم في بكين، وهي مساءهم في نيويورك، وهي صباحهم في هانوم في هافانا الكوبية. بيكي وران جيرارد، نفس الكورة جيرارد، حط الكورة مرة أخرى لروبرتو، كورة برشلونية أكثر من 90,000 هنا في البرنابيو، والكورة لفريق برشلونة المتصدر 9 سنة يصير مرتين ويتعادل، سجل 25 هدف وكورة حلوة، كورة حلوة وسيناريو هدف جديد ولويسو جول 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 لويس سواريز، آخر من سجل فيهم لحساب الليغا وأول من يضرب فيهم لإيطاليا.